طيب كابتن بلال، انت حضرتك بين الشوطين طالبت اللعيبه شويه بالهدوء بعض الشيء، ولكن الهدوء زاد شويه الشوط الثاني. سمعوا كلامك زياده. لا بص، انا عايز يعني اتكلم الاول عن المباراه بشكل عام. سمت مباريات الكؤوس كده، دي سمت مباريات الكؤوس، خاصه لما بتلعب الفرقه الصغيره. انت بتلعب قدام فرقه كل يعني اهم حاجه بتمتلكها السبيريت، الروح. انت بتلعب فرقه روح قتالية عالية جدا، مباراة بالنسبة له مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي، بيبذل فيها يعني أقصى مجهود بالنسبة له، ممكن يتعدى كمان المخزون البدني اللي موجود عنده، ممكن يتعداه بمراحل كتيرة جدا جدا. فأنت بتشتغل على الفنيات قدام الروح القتالية العالية اللي قدام الفرقة التانية. وسمت أيضا مباراة الكؤوس إن النتائج ممكن تطلع بالشكل ده، لأن هي بتبقى فيها إيجابيات وسلبيات. من السلبيات بتاعتها إن أنت بتشتغل بتيم ممكن يكون تيم جديد، ما لعبش مع بعض، ما فيش انسجام. اللعيبه ما لعبتش مع بعضها كتير، فبالتالي هي مش حافظه بعضها في الملعب. في بعض من الاوقات او في كتير من الاوقات بالنسبه للعيبه العاديه، اللعيبه اللي بتلعب مع بعض كتير، بتبقى انت حافظ اللعيب، حافظ تحركاته، عارف المميزات بتاعته، عارف العيوب، عارف هدي مثلا شريف عن يعني سبرنتر، فهدي له الكره في المساحه الطويله، عارف ان مثلا ديانج بيشتغل عرض كتير، يعني في حاجات التوليفه او التشكيله بتبقى حافظه. تمام. فالسلبيه بالنسبه لك ان انت بتلعب لعيبه عايز تجربها كمدير فني، عايز تجرب اللعيبه دي وعايز تكتشفها وعايز ان انت تحطهم وعايز ان انت تجهزهم، حاجات كتيره جدا. ممكن ادائهم ما يبقاش بالشكل الكبير اللي احنا المطلوب، ولكن الاهلي النهارده لما نيجي نبص برده للايجابيات هنلاقي ان انت النهارده قدرت توصل للمرمى اكتر من فرصه محققه، كان ممكن تسجل اكتر من هدف، حاولت بكل الطرق من على اطراف الملعب من القلب، عملت جمل تكتيكيه كانت واضحه لو ترجمت لاهداف كان ممكن يبقى الشكل مختلف تماما. لان انت في الاول وفي الاخر في ماتشات الكؤوس انت بتقيم بناء على النتيجه في اوقات كتير، يعني النهارده الاهلي كسبان 2-1، فاحنا شايفين ان المباراه كان ممكن تبقى مباراه معقده، ولكن بالنسبه للفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي انا من وجهه نظري بشوف انها كانت مباراه سهله جدا. صح. وكان ممكن تنتهي بنتيجه 4-5 اهداف محققين. صح. الشوط الثاني يمكن من الدقيقه 75 لحد الدقيقه 96 او 94 نهايه المباراه، والتر بيليوم ضيع اهداف، كهربا مضيع اهداف، محمد شريف راح جات له فرصه كان ممكن يسجلها، طاهر محمد طاهر في فرصتين واحده بصاها الثانيه كان ممكن يسجلها هدف، ففي اكتر من فرصه. طبيعي يا كابتن، طبيعي. طبيعي طبيعي ان الفرص كلها تضيع، وطبيعي ان في اخر 10 دقائق يبقى انت شكلك كده، بس في النهايه انت طلعت 2-1. 2-1 بس انت كان عندك فرص كان ممكن تسجل. قصدي اقول يا كابتن علاء ان الامور تعقد او كانت واضح ان هي معقده، لان انت اضعت الاهداف. لو سجلت اهداف ممكن سهل على نفسك، كانت الامور كانت هتبقى يعني كان السكور كمان هيخلي المباراه رايحه في حته ثانيه خالص. مزبوط. يعني النهارده احنا بنتكلم من الزمالك كسبان 3-1، احنا مش مباراه الزمالك، ولكن 3-1 يعني بتوحي يعني ظاهريا ان الزمالك عمل مباراه جيده. النهارده ترجمه الاهداف بتاعه النادي الاهلي، لو سجلت الاهداف اللي اتيحه دي وهي كانت فرص سهله جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كان ممكن نروح ل 4-1 و5-1، وكان ممكن نقول ان المباراه دي كانت سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب.